حث جلالة الملك عبد الله الثاني على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون. ولفت جلالة الملك خلال لقائه في قصر الحسينية برئيس ديوان المحاسبة راضي الحمدين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجاز المؤسسات. وأشار جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى أن ديوان المحاسبة يعد من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة كونه أحد أدرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وبين جلالة الملك أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وشدد جلالته على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة. ورحب مباشرة برئيس ديوان المحاسبة سيد راضي الحمدين، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد راضي، كيف يمكن الحديث عن ترجمة ما جاء في حديث جلالة الملك فيما يتعلق باتساق وتوازن عمل ديوان المحاسبة مع هذه التوجيهات وهذه الرسائل الملكية؟ مساء الخير أخي العزيز، شكرا لهذا اللقاء. تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب الجلالة المعظم وسمو ولي العهد وبحضور أدرعة السلطة التشريعية رئيس مجلس الأعيان بالوكالة ورئيس مجلس النواب وبحضور دولة رئيس الوزراء. سمعنا من جلالة الملك التوجيهات المتعلقة بتحديث ديوان المحاسبة والتي تنسجم مع رؤية التحديث الخاصة بمنظومة التحديث الإداري بالدولة وحسب خريطة الطريق التي تم إعدادها وفيما يتعلق بدور ديوان المحاسبة. ننسجم تماما نحن في ديوان المحاسبة مع رؤية جلالة الملك في ضرورة تمكين الديوان بأداء دوره الرقابي الدستوري في تمكين الجهات التشريعية من محاسبة الحكومة وفي تعزيز ممارسات المساءلة في الدولة. خلال الشهرين الماضيين ومن لحظة استلامي وظيفتي كرئيس ديوان المحاسبة كان هناك حوار ومناقشات مع الأطراف ذات العلاقة، تمثلت بزيارات ميدانية لكل مناطق المراقبة في المملكة، حوار مع وزراء مالية سابقين ورؤساء دولين سابقين ونواب وأعيان، وكان هناك اطلاع على خريطة تطوير المنظومة الإدارية في الدولة بالإضافة لتحليل نقاط الضعف والقوة بعمل الديوان. بالإضافة إلى ذلك نبني على خطط استراتيجية سابقة، نحن نستمر بالعمل بخطة استراتيجية وفقا لجدول زمني مدروس، أبني على جهد زملائي اللي سبقوني في إدارة شؤون الديوان، ولدينا اليوم خطة تبدأ بسنة 2024 وتنتهي بسنة 2026 تركز على ما جاء برؤية جلالة الملك في تطوير القطاع العام وتأكيد على دور ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة في المملكة. التقارير التي يتم رفعها لمجلس النواب بشكل مباشر سيد راضي، كيف يتم متابعتها من قبل الديوان في مسألة المتابعة مع الجهات المسؤولة التي تأخذ على عاتقها مناقشة هذه التقارير وإصلاح ما جاء فيها؟ شكرا أخي العزيز على هذا السؤال. نعم، الديوان معني بمتابعة مخرجات التقارير. لدينا تقرير سنوي شامل يقدم عن أداء الحكومة خلال السنة الماضية، يقدم في مواعيد دستورية إلى مجلس النواب ويتم مناقشة الحكومة بالمخرجات الرقابية المتعلقة ب يعني الجهد اللي قام فيه ديوان المحاسبة خلال السنة التي تخضع للتطبيق. اليوم احنا معنيين بصراحة بمراجعة المخرجات الرقابية ونوعية التقارير وحجم التقرير بما يتوافق مع رؤى جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية. كما تعلم أخي العزيز هناك انتخابات نيابية قادمة، هناك تشكيلة حزبية قادمة، وبالتالي نحن معنيون بالارتقاء في المخرجات الرقابية بما يتلائم مع رؤى جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية. لابد من تطوير التقرير بحيث يركز على الأهمية النسبية، يرتكز بالمخاطر، يركز على المضمون لا الشكل، ونؤكد على تدقيق المخاطر وعلاقتها بالتحقق والبعد عن الاتهام فيما يتعلق بالتشكيك والقصص المتعلقة بمكافحة الفساد. لا يوجد هناك فساد، خلينا نحكي ممنهج، هناك يعني خلينا نسميها مسكوندكت تصير أحيانا
يعني ممارسات فردية لا تتعدى يعني حدود، يعني خلينا نحكي الكلام عن الفساد بالمعنى المطلق. هناك تنسيق مع جهات رقابية أخرى مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. نعم. ونؤكد على دور الديوان وبعمله كجهة رقابية مستقلة، نؤكد على دور الديوان بتدقيق العمليات اللاحقة وإعطاء السلطة التنفيذية الحرية باتخاذ القرار. نحن لسنا جزء من اتخاذ القرار. نعم. القرار هو على عاتق الحكومة، على عاتق المسؤول. نحن مع تمكين المسؤول من اتخاذ قرار يراعي المصلحة العامة يشعر به الناس. نحن معنيون بالارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال ارتقاء بالرقابة على أجهزة الدولة. إلى أي مدى كديوان تنظرون إلى مسألة التأخير في بعض المناقشات فيما يتعلق ببعض التقارير؟ وهل وتيرة المناقشات مرضية لهذه التقارير، وتحديدا فيما يتعلق بمتابعة التصحيح؟ إلى أي مدى هناك أيضا رضا من الديوان على التصحيحات التي تأتي في التقارير التي ترفعونها بشكل مباشر فيما يتعلق بعمليات التصويب؟ أشكرك أخي العزيز. هناك متابعة حصيصة لموضوع التصحيح، وأسجل لهذه الحكومة بكل أمان، الحكومة الحالية، آلية تم اقتراحها وهي فعالة. نلتقي مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وهو رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل دوري، نلتقي لقاء شهري، نراجع التقارير الشهرية، نراجع التقارير الربعية، ونلتقي على الملاحظات الجسيمة التي لابد من تصحيحها. وهناك كتب يعني مستمرة نحو الجهات الحكومية المختلفة بما فيها الشركات التي تملكها الحكومة إلى ضرورة تصحيح كل الملاحظات الجوهرية التي يلزم فيها يعني corrective action، تصحيح بمعنى تصويب واسترداد أحيانا. وفي هذا السياق بأكد لك أنه تتجه النية أن يكون في هناك آلية للتعامل مع الملاحظات من حيث تصنيفها حسب مستوى المخاطرة. تظهر بالتقارير الملاحظات الجسيمة التي لابد من متابعة تصويبها، لكن التفاصيل خلينا نحكي اللي مش ذات أهمية نسبية عالية يمكن متابعتها مباشرة مع المؤسسات، ويمكن تصحيحها في دورة قصيرة جدا أحيانا لا تتعدى الشهر. نعم. فلدينا إن شاء الله خطة لعمل برمجية خاصة لمتابعة مخرجات الرقابية بحيث يتم يعني تطمين الجهات التشريعية والجهات الرقابية الأخرى والمواطن بالدرجة الأولى على أنه كل الملاحظات الخاصة من ديوان المحاسبة يتم مراجعتها ويتم متابعتها وتصحيحها أولا بأول. شكرا لك. طبعاً. نعم تفضل. طبعاً. أكمل الفكرة. هذا يعني الكلام بده تعاون كمان من أجهزة الحكومية حتى نكون يعني في المسار الصحيح، لكن بحب أكد لك وأكد لأخواننا المواطنين بأن ديوان المحاسبة عازم على يعني عمل إصلاح حقيقي في آلية عمل الديوان، في عملية إصدار التقارير والمخرجات الرقابية، في تمكين أيضا موظفي الديوان من عملهم، من القيام بعملهم بمهنية عالية بما يضمن استقلاليتهم ونزاهتهم وحياديتهم. نعم. وهذا يتماشى تماما مع توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا رئيس ديوان المحاسبة السيد راضي الحمدي، شكرا لك.